ونكمل مع بعض يا جماعه ان شاء الله من مكان ما وقفنا الحصه اللي فاتت. طبعا مبدئيا كده احنا بنأكد لك تاني او بنرجع لك على اخر حته في الحصه اللي فاتت، وبنشرح النهارده كمان مجموعه من الافكار مهمه جدا تدريب على اللي احنا اخدناه في المره اللي فاتت. في المره اللي فاتت كنا شرحنا مع بعض سريعا كده، بنعمل فاست ريفيجن كده او مراجعه سريعه. كنا قلنا مع بعض يا جماعه ان العناصر تنقسم الى اربع فئات، واكيد حضرتك ذكرتهم كويس لان ما كانش فيهم اي حاجه. هذه العناصر على الترتيب كانت عناصر الفئه S وعناصر الفئة P وعناصر الفئة D وعناصر الفئة F. طبعا بعد ما اخذنا الفئات احنا شرحنا كل فئه عباره عن ايه. قلنا عناصر الفئه S عناصر تقع الكتروناتها الخارجيه في مستوى الفرع S، كانوا مجموعتين تقعان في يسار الجدول، واحده قلنا اسمها 1A والثانيه اسمها 2A. بعد كده اخذنا مع بعض عناصر الفئه P، قلنا يتبع فيها ملء المستوى الفرع P او تقع الكتروناتها الخارجيه في البي، وهي ست مجموعات تقع يمين الجدول، كانوا 3A 4A 5A 6A 7A الصفريه. بعد كده اخذنا الفئه دي قلنا يتبع فيها ملء المستوى الفرع دي، وهي 10 اعمده تنقسم الى 8 مجموعات تقع في وسط الجدول، كانوا 3B 4B 5B 6B 7B التامه 1B 2B. واخيرا اخذنا عناصر الفئه F اللي كانوا عباره عن سلسلتين افقيتين تقعان اسفل الجدول. هنا كمان يا جماعه تنبيه بسيط لطلابنا المحترمين، لو عايز تبقى انت مركز في الترقيم بتاع الجدول كله عشان بس ما حدش يحاول ان هو يوقعك او حاجه، عايز اشرح حاجتين هنا مهمين قوي. ايه هما؟ لو انت ركزت شويه على رسمه الجدول الدوري اللي موجوده عندك في الكتاب واللي كانت موجوده معانا الحصه اللي فاتت، هتلاقي ان موزلي كان مقسم المجموعات لحاجتين A وB. A وB مجموعات بيتكتب بعدها A ومجموعات بيتكتب بعدها B. فاللي اخد باله هياخد باله كمان ان دول 8 ودول 8، فهيلاحظ ان موزلي عامل حاجه حلوه قوي في الترقيم، عشان لو انت بتذاكر تبقى هنا مركز مش محتاج تبص في الكتاب، ودي هنا موجوده عندك المعلومه موجوده. ايه هي؟ ان موزلي بادئ ب 1A 2A، ركز معايا 1A 2A. بص 3B 4B 5B 6B 7B التامنه، بمعنى بكل بساطه لو مركز ان هو بادئ ب 1 و 2 من A ومكمل لحد التامنه ب B، بعد كده قام قالب. يعني ايه قام قالب؟ هتلاقيه 1B 2B ومكمل لحد الصفريه ب A. يعني بكل بساطه بص انا مش معايا الجدول اهو، يبقى 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B التامنه، بعد كده 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A الصفرية. لو أخدت بالك من اللعبة دي، ده مبدئيا بالنسبة لحكاية إن هو مرتب العناصر في الجدول بالطريقة دي. بعد ما أخدنا الفئات بفكرك بسرعة إن إحنا أخدنا حاجة اسمها النوع، فقلنا العناصر يا جماعة كمان تنقسم إلى أربع أنواع. فاللي ذاكر اللي إحنا أخدناه خد بالك، اللي ذاكر اللي إحنا أخدناه كويس. قلنا يا جماعة عناصر الفئة S و P يعرفان معا باسم العناصر الممثلة ما عدا الغازات الخاملة. بس النهاردة هديك توضيح لمعنى كلمة عنصر ممثل، لان هو يتقال باكتر من طريقة، ولذلك انا النهاردة بوضح لك اكتر من المرة اللي فاتت. العناصر الممثلة تقدر تقول عناصر الفئتين S و P ما عدا الصفرية أو اسمها عدا الغازات الخاملة. تقدر تقول كمان عن العناصر الممثلة زي ما احنا قلنا تعريف تاني، عناصر جميع مستوياتها ممتلئة بالإلكترونات عدا المستوى الأخير. وقلنا وجرب الكلام ده، لو مسكت اي عنصر في الاس او بي هتلاقي كل المستويات ممتلئه بالالكترونات ما عدا اخر مستوى، فيقال عليه عنصر ممثل. اسمع خد بالك وما تلخبطش بقى من اللي جايه دي، او اقدر اقول عناصر، بص لها، عشان لو جالك الموضوع باكتر من شكل تبقى فاهم كويس، عناصر لها التركيب الالكتروني زي ما احنا قلنا الحصه اللي فاتت، بص ان اس 1 اور 2. ايوه ما هو الاس قلنا هيكون في يا اما فيها واحد يا اما فيها اثنين، ما هو اصلا الممثله دي من 1A ل7A، عشان تطلع 1A يبقى الاس فيها واحد، عشان تطلع 2A يبقى الاس فيها اثنين، وان بي قلنا من واحد الى خمسه.
ده كده عنصر ممثل. خد بقى كمان الجمله الاخيره دي عشان تبقى المستر كده ايه يعني قال لك كل حاجه. بص دي، عناصر تميل لفقد او اكتساب الكترونات ليصبح، انتبه للحته الجايه دي، ليصبح تركيبها الالكتروني NS2NP6. المحترم بقى اللي مش قاعد مركز معايا يقول لي مستر احنا مش قلنا التركيب ده للغازات الخامله؟ حبيبي انت مش عايز تركز ليه معايا؟ انا بقول لك ان العناصر دي مش تركيبها كده، لا ده هي هتخش التفاعل فهتعمل حاجه من اثنين، تفقد الكترونات او تكتسب الكترونات، فبعد ما تفقد او تكتسب يصبح تركيبها شبه الغاز الخام، ده معنى الكلمه. ولذلك خد بالك من عناصر تركيبها NS2NP6 او عناصر تميل لفقد او اكتساب الكترونات ليصبح تركيبها NS2NP6. هي مش تركيبها كده، انا بقول لك بعد ما هتفقد او هتكتسب هيصبح تركيبها NS2NP6. معايا لحد كده؟ طب نكمل كده، عرفنا يعني ايه عنصر ممثل. بعد كده نخش على النوع الثاني اللي هي كان حاجه اسمها الغازات الخامله. طب ايه هي الغازات الخامله؟ الغازات الخامله هي عناصر جميع مستوياتها ممتلئه بالالكترونات. يبقى لازم تعرف ان كل الغازات الخامله جميع مستوياتها ممتلئه بالالكترونات، كل المستويات مش بقى ما عدا المستوى الاخير. بص خد بالك بقى، لها التركيب الالكتروني، العناصر الخامله لها التركيب NS2NP6 قلنا عدا الهيليوم. طبعا يا جماعه الغازات الخامله اللي احنا عارفينهم كلهم هم هيليوم نيون ارجون، واخدناهم قبل كده في توزيع العرب غاز خام، هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون. كل الغازات دي اي عنصر منهم لما بيتوزع هينتهي ب NS2NP6 ما عدا اول واحد بس اللي هو غاز الهيليوم 1S2. اسمع دي كمان، بص، لا تشترك في التفاعلات الكيميائيه في الظروف المعتاده. في الظروف العاديه يا جماعه الغاز الخام لا يشترك في التفاعل الكيميائي، وقلتها لك، وعشان كده التكافؤ بيساوي صفر. مش بس كده، يتكون جزيء الغاز الخامل من ذره واحده، عشان هنحتاج الكلام ده بعدين. ازاي يعني؟ في حاجه اسمها غازات نشطه زي الاكسجين والنيتروجين والهيدروجين، دي واخدينها مع بعض من اولى ثانوي، كان الجزيء بتاعها بيتكون من ذرتين، فتقول H2N2O2F2Cl2 وهكذا. اما الغازات الخامله فالجزيء بتاعها بيتكون من ذره واحده بس، لانها لا تميل للاتحاد لا مع نفسها ولا مع غيرها، وعشان كده الجزيء بتاعها بيتكون من ذره واحده. ده بالنسبه للجزء بتاع الغازات الخامله اللي هو النوع الثاني، يبقى عناصر ممثله وغازات ايه؟ خامله. عناصر الفئه دي قلنا الحصه اللي فاتت كان اسمها عناصر انتقاليه رئيسيه، عناصر انتقاليه رئيسيه، وكان بيبدا ظهورها من الدوره الرابعه. وتلميذ المحترم اللي قاعد مركز واللي ذاكر اللي احنا اخدناه الحصه اللي فاتت عارف هم ليه بيبداوا من الدوره الرابعه، لانك لو بصيت لمبدا البناء التصاعدي بكل بساطه هتلاقي اول دي ظهرت بعد مين؟ بعد الفور اس، وبالتالي هنا كان عندك زي ما احنا قلنا اول ظهور العناصر الانتقاليه يبدا من الدوره الرابعه، وتنقسم العناصر الانتقاليه الرئيسيه الى اربع سلاسل. ولما الطالب المحترم سالنا هم ليه بينقسموا الى اربع سلاسل؟ قلت له ان دي ظهرت في المبدا اربع مرات، وارجع لمبدا البناء التصاعدي، 3D سلسله انتقاليه اولى، 4D سلسله انتقاليه ثانيه، 5D سلسله انتقاليه ثالثه، 6D سلسله انتقاليه رابعه. وقلنا العناصر دي اسمها العناصر الانتقاليه، يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي دي بالالكترونات. بس هنا برضو ناكد على حاجه، النوع الثالث كان العناصر الانتقاليه الرئيسيه. بص بقى لو عايز تجيب لها ايه تعريف كده بالراحه انا معاك. العناصر الانتقاليه الرئيسيه حبيب قلبي، العناصر الانتقاليه الرئيسيه امتى اقول عليك انتقالي؟ قلنا جميع مستوياتها، انتبه للحته دي عليها اسئله كتير، جميع مستوياتها ممتلئه بالالكترونات. قلنا ايه المره اللي فاتت وبنعيد تاني؟ عدا المستويين
الرئيسيين الاخيرين على المستويين الاخيرين. طب مش بس كده، بص دي بقى تتميز بالتركيب الالكتروني NS1 or 2. بص الجملة الجاية دي بقى N-1D from 1 to 10. ايه اللي انت كاتبه ده يا مستر بالراحة؟ يا حبيبي بيكون الاس بتاعها فيه يا اما الكترون يا اما 2، وبيكون الدي من اول كام لحد كام؟ من 1 ل 10. يعني بيتتبع فيها امتلاء المستوى الفرعي دي، وادام بيتتبع فيها امتلاء المستوى الفرعي دي فاحنا قلنا يا جماعة يبقى انت كده عنصر انتقالي ايه؟ رئيسي. واحد قال لي معلش يا مستر انت ليه ما قلتش NS2؟ انا بنبه على حاجه تاني. اولا ليه NSN-1؟ قلنا الرقم اللي جنب الدي اقل من الاس بواحد، لو 4S3D 5S4D 6S5D. عشان كده لما اقول NS اقول N-1D. واحد قال لي طب انت ليه كاتب 1 او 2، مش الاس فيه 2 على طول؟ قلت له لا، لو انت مذاكر التوزيع وبنرجع لك تاني كان ساعات بتسحب الكترون من اس، وبنرجع نعيد للناس امتى بيتم سحب الكترون من اس؟ لو كانت دي في 4 الكترونات او 9 يتم نقل الكترون من اس لجعل الدي نصف ممتلئ او ممتلئ تماما، وهما حالتي استقرار زي ما شرحنا في عنصر الكروم اللي هو احد عناصر المجموعه. وليه يا عم؟ اهو تعالى اوري في عنصر الكروم لما جيت توزع حضرتك CR24، خد المعلومه دي، ارجون ها 18 كان اصلها 4S2 3D4. هل سبناها كده يا محترم اللي مذاكر؟ قال لي لا يا مستر ما سبناهاش كده، وانما نقلنا الكترون من الاس وديناه في الدي ليصبح الدي نصف ممتلئ. وهنا بقى ما يبقاش بيشذ توزيع الكروم بس، لو انت مركز الكروم ده في المجموعه 6B. جبتها ازاي 6B؟ 1 و5 6 يبقى رقم المجموعه 6B. يبقى هنا معناها ان الكروم نفسه وعناصر 6B كلها توزيعها يشذ، لان انا قلت وبقول تاني ان عناصر نفس المجموعه زي بعضها، فلو انا توزيع شاذ يبقى العناصر التحتيه كلها اللي هي عناصر مجموعتي كلها توزيعها شاذ. ده مش بس الكروم اللي مذاكر كمان، وكان عندنا عنصر النحاس Cu29 كان توزيعه الالكتروني ارجون 18، فاضل 11 الكترون، حطينا 2 في الاس و9 في الدي. نعمل ايه بقى؟ نسيبها كده؟ قال لي غلط، هيتم نقل الكترون من اس للدي ليصبح الدي ممتلئ وهي حاله استقرار. اهو العنصر اللي قدامك ده 1 و10 11 في المجموعه 1B، وبالتالي يبقى في ملاحظه كده يشذ عن التوزيع المتوقع في العناصر الانتقاليه مجموعتين، هما المجموعتين 6B و1B، حيث يتم نقل الكترون من اس لجعل الدي نصف ممتلئ او ممتلئ تماما وهما حالتي استقرار. بعد كده دخلنا على اخر نوع اللي هي العناصر الانتقاليه الداخليه. احنا حابين ننبه على الحته دي عشان ما حدش يقول لك المستر عدها بسرعه. الانتقاليه الايه يا جماعه؟ الداخليه. حبيب قلبي في العناصر الانتقاليه الداخليه، الانتقاليه الداخليه قلنا اول حاجه من حيث التعريف عناصر يتتابع فيها ملء المستوى الفرعي اف بالالكترونات. قلنا وهما سلسلتين افقيتين، كان 4F اخذناها اسمها اللانسانيدات، و5F اسمها الايه؟ الاكتينيدات. بص برضه يقول لك ايه؟ تتميز المحترم اللي مراجع وبراجع معاه بامتلاء جميع مستوياتها، كل مستوياتها مليانه عدا الثلاث مستويات الاخيره، دي بقى عندها 3 مستويات. ولذلك بص انبهك على حاجه، لو انت عايز تلمهم كده مع بعض من اقل حاجه لاعلى حاجه اللي هي ايه؟ غازات خامله كل المستويات ممتلئه، الممثله كله ممتلئ ما عدا الاخير، انتقاليه رئيسيه كله ممتلئ ما عدا الاثنين الاخرانيين، انتقاليه داخليه كله ممتلئ ما عدا الثلاث مستويات الاخيره. ونبهنا على موضوع التوزيع هنا في العناصر دي يا جماعه، ان لو انت بالراحه اهو عند التوزيع في المستويين السادس او السابع، انتبه للمعلومه دي عشان ما حدش يوقعك، سواء كنت بتوزع في السادس او السابع بنعمل ايه بالظبط؟ عشان دي هنا في حاله شاذه كمان، قلنا بنعمل ايه؟ اول حاجه فانه يتم وضع الكترونين في الاس اهو، ثم ما تروحش للاف بعدها، ثم الكترون واحد في الدي، انا ما قلتش املى الدي وعمال اعيد في نفس الكلمه تاني، ثم الكترون في الدي ثم يتبع ملء الاف. يعني لو انت حطيت هنا 2 و1 وما معكش الكترونات تاني خلاص سيب الاف 0، ويبقى العنصر ده يتبع الفئه دي لان اخر الكترون دخل في الدي. ركز بقى، طب لو لسه معاك واحد كمان اهو دخل في الاف، يبقى العنصر يتبع الفئه اف، كمان 1 2 تحط بقى في الاف، 1 2 3 4 5 كل ده تبع الفئه اف لحد ما الاف تبقى كام؟ 14.
لو وقفنا لحد كده يبقى العنصر ده يتبع الفئة F، لان اخر الكترون انا حطه بايدي في الF، او حد يقول لي في الD، الالكترون بتاع الD ده اتحط قبل ما اي حاجة تتحط في الF، يبقى اخر الكترون حط رابط ايدينا في الF، يبقى العنصر يتبع الفئة F. طب بص بعد كده لسه في الكترون كمان بترجع بقى تملى مين؟ الD، وكده يبقى العنصر يتبع الفئة D. ولذلك بنأكد تاني ان العناصر تنقسم الى 4 انواع، هي عناصر ممثلة وعناصر خاملة وانتقالية رئيسية وانتقالية داخلية. عايزين بقى كمان النهاردة هنراجع مع بعض عن مجموعة افكار كده او شوية افكار مهمة جدا لازم تتعلمها معانا عشان لو جات لك في الامتحان باذن الله تعرف تجاوب عليها. تعالى بقى باشمهندس اقول لك على شوية حاجات كده برضو تقدر تعرفها او نتعامل بيها في الجزء بتاع الاسئلة عشان بس ايه يبقى في تفاصيل كده بسيطة معاك والدنيا ماشية كويس. انا قلت لك الحصة اللي فاتت وبأكد عليك النهاردة ان الجدول الدوري هو هو مبدأ البنايات صاد. ازاي؟ فهو الجدول الدوري لما بني احنا قلنا بني على اساسين علميين، 1 ترتب فيه العناصر ترتيبا تصاعديا حسب الزيادة في العدد الذري، 2 مع مراعاة طريقة ملء المستويات الفرعية اللي هي مبدأ البنايات صاد. ليه بقى؟ هتقدر من ان انت يكون معاك مبدأ البناء التصاعدي انك تطلع حاجات كتير غيرك ما يعرفش يطلعها. زي ايه يا مستر؟ تعالى حبيبي وانا اوريك. نبدأ مع بعض مبدأ البناء بس سريعا تاني معلش لان هحتاجه كتير. 1S بعد كده 2S 2P بعد كده 3S 3P بعد كده 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P ممتاز قوي. طبعا والسابع زي السادس كده بالظبط. تعال بقى انا عايز اوريك حاجة. تلاقي لك مثلا واحد يجي يسألك كده فيخدك واحد يقول لك مستر خالد ما قاليش المعلومة دي، هي ايه بابا؟ يقول لك شوف لي في كام عنصر في كل دوره. تقدر تحدد لي في كام عنصر في كل دوره؟ انا اقدر احدد لك بكل بساطه من هنا، ما تبصش الجدول. ليه؟ سيادتك لو مذاكر 1s ده كان بيشيل 2 الكترون، 1s2 اللي مذاكر تزيع 2p6، 3s2 3p6، الs بيشيل 2 الd بيشيل 10 البي بيشيل 6، الs بيشيل 2 الd بيشيل 10 البي بيشيل 6، 2 الf 14 الd 10 البي 6. بص بقى اللعبه سهله ازاي. لما يجي يقول لك يلا قول لنا بقى في الدورات السبعه اللي انت عايزهم، الدورات السبعه لو تقدر تجيبهم فيهم كل واحده فيها كام عنصر؟ اقول لك انا يبقى الدوره الاولى بالفهم اهو، بالفهم مش بالحفظ، الدوره الاولى بها عنصران. يبقى الدوره الاولى عندك فيها كام عنصر يا مستر؟ فيها عنصران فقط. عرفت منين يا مستر؟ لان المستوى الاول هو المستوى الرئيسي الاول بشيل 2 الكترون. بعد كده خش معايا الدورة الثانية، يلا بقى قول انت لوحدك. يبقى الدورة الثانية فيها كم عنصر؟ قال لي 8 عناصر. قلت له عرفت منين يا ان الدورة الثانية فيها 8 عناصر؟ قال له 2 و6 8، ما انت عندك 2S و2P. خش على بعد الدورة الثالثة، الدورة الثالثة فيها كم عنصر؟ قال لي يا مستر برضو الدورة الثالثة هيبقى فيها 8 عناصر، 2 و6. قلت له طب الدورة الرابعة، قال الدورة الرابعة دي يا مستر 2 و10 و6 هيبقوا 18 عنصر. قلت له ممتاز. قلت له طب الدورة الخامسة، قال لي خلاص بقى مستر الدورة الخامسة هي كمان 18 عنصر في الجدول، ما هو رقم الدورة اهو 2 و10 6 18. الدورة السادسة معايا كده فيها كام عنصر؟ 32 عنصر، وهكذا. معلومة بقى كمان، مين الدورة لو جدع، مين الدورة اللي فيها كل أنواع العناصر؟ مين الدورة كان يقول لك كده بعض الناس يقول لك دورة تعبر عن الجدول الدوري تعبيرا حقيقيا، تعبيرا حقيقيا يعني فيها كل الأنواع. اللي يركز معايا هنا في ممثل وخامل بس، هنا في ممثل وخامل بس، هنا في ممثل وخامل بس، هنا في ممثل وخامل وانتقالي رئيسي S و P و D. بص ممثل وخامل وانتقالي رئيسي. الدورة السادسة بقى لو ركزت معايا فيها ممثل وفيها خامل وفيها انتقال رئيسي وفيها انتقال داخلي، يبقى الدورة الوحيدة اللي فيها كل أنواع العناصر هي الدورة السادسة.
واحد يقول لي طب هو لما نقول السبعه كمان، هقول له لا السبعه للاسف مع ان فيها ممثل وانتقالي رئيسي وداخلي الا ان الغاز الخامل بتاعها لم يكتشف، وبالتالي يبقى الدوره الوحيده اللي كامله في الجدول وفيها كل انواع العناصر هي الدوره الكام؟ السادسه. اسمع بقى كمان، عدد الفلزات بيزيد بدءا من الدوره الكام؟ بصوا يا جماعه، الدوره الاولى والثانيه والثالثه فيها ممثل وخامل بس، والعناصر الممثله دي في منها فلزات، لكن اكبر عدد بيبدا للفلزات يظهر بدءا من الدوره الرابعه، لان مع الدوره الرابعه اللي مركز بيبدا ظهور العناصر الانتقاليه. ومعلومه شباب، العناصر الانتقاليه كلها فلزات، اسمها كده الفلزات الانتقاليه، يعني ما فيش منهم عنصر لا فلزي. يبقى هنا تاني المعلومات البسيطه اللي انا قلتها لك، انك ممكن من الجدول من مبدا البناء الاقتصادي تقدر تعرف كل دوره تحتوي على كام عنصر. مش بس كده، انا علمتك ايه وانا بشرح الحصه اللي فاتت؟ علمتك ان انا اكتب التوزيع الالكتروني واحدد المكان. استنى بقى، لان ممكن يلعبك لعبه كده بسيطه، يحاول يعمل ايه؟ يقول لك يديك وصف عنصر مكانه ويسالك بعدها عده اسئله. طب تعالى اوريك كده مثال جميل من الامثله يعني المشهوره قوي عندنا. بص يقول لك ايه، عنصر اكس عنصر ممثل معايا يقع في الدورة الرابعة، هبدأ بحاجة سهلة اهو معاك، المجموعة 2A. يبقى احنا يا جماعة معانا عنصر X مجهول، معرفش مين هو، المهم ان العنصر ده موجود في الدورة الرابعة، هو عنصر ممثل، طبعا ممثل يبقى تبع S و P، المهم يقع في الدورة الرابعة المجموعة 2A، جميل جدا. وبعد ما قال الكلام ده، أول حاجة قال لك إيه؟ ألف اكتب التوزيع الالكتروني له واستنتج العدد الذري. دي اول حاجه عايزينها منك، تكتب التوزيع الالكتروني وتستنتج العدد الذري. بص بقى اللي مركز معايا، ب اكتب التوزيع الالكتروني للعنصر واي الذي يليه في الدورة، في نفس الدورة، والعنصر زد الذي يليه في نفس المجموعة. ايه بقى السؤال ده يا جماعة؟ بيقول لك هنا، ده هنا طالب كذا حاجة بالراحة بس ما تخضش. فهنا بقى يا جماعة ان شاء الله احنا عايزين نعرف له مين العنصر اكس ده تبعا للصفات اللي هو قايلها، ونجيب له الحاجات دي واحدة واحدة يا سيدي. انت بتقول عنصر اكس عنصر ممثل يقع في الدورة الرابعة. اول ما قال لي يقع في الدورة الرابعة، فالطالب المحترم قال لي بس ارجون 18 ونخش على الفور اس. قلت له معلش يا حبيبي، انت عرفت منين بقى ان احنا داخلين على الفور اس؟ قال لي يا مستر ايه، ما انت قلت الدورة الرابعة اهو، دي كده احنا بدأنا في الدورة الرابعة. طب اول حاجة اتحققت، المجموعة مين؟ 2A. حبيب قلبي اللي مذاكر عارف ان العنصر عشان يقع في المجموعة 2A لازم الاس يكون فيها الكترون، بس كده. يبقى احنا كده جبنا اول حاجه، اكتب التوزيع الالكتروني كتبنا، يبقى التوزيع الالكتروني كان ارجون 18 فور اس 2، واستنتج العدد الذري للعنصر، سهله جدا، يبقى العدد الذري 18 و2 20. ولو انت يعني ما شاء الله عيل دحيح كده ومذاكر هتبقى عارف ان هو الكالسيوم، مش عارف اكتب اكس وخلاص. ما هو قال اكس، ما قالكش يقول اسمه، فهو الكالسيوم 20. تعالى بقى، هي الحته الجايه دي حلوه ومش صعبه يا جماعه. ثم اكتب التوزيع الالكتروني للعنصر واي الذي يليه في نفس الدوره. حقيقي انا هنا كنت عايز ادربك على حاجه، لو احنا في دوره واحده، فرق بقى بين دوره ومجموعه، عشان كده احنا بننبه اهو وعشان نفهمك السؤال ده. هو كل عنصر في الدوره ازيد من اللي قبليه بايه؟ بواحد بروتون. في الدوره كده، ما هو في الدوره لو انا سي اي 20 يبقى ورايا 21 بعديها 22 23 اللي مذاكر، كل عنصر يزيد عن الذي يسبقه في الدوره بمقدار ايه؟ بروتون واحد، وبالتالي يبقى العنصر اللي يليه في نفس الدوره اللي هو العنصر واي هيبقى توزيعه الالكتروني، هو طبعا واي 21 ده عنصر اسمه الاسكانديوم، هيبقى ارجون 18 4 اس 2 3 دي 1. تعالى بالمره، العنصر اللي وراه ده يتبع الفئه مين؟ قال لي يتبع الفئه دي، يقع في الدورة الكام؟ الدورة الرابعة. تعرف تجيب رقم مجموعته؟ معلش نجيب شوية حاجات كده مع انه ما طلبهاش. قال لي اه يا مستر، العنصر ده زي ما قلنا في الفئة دي يقع في الدورة الرابعة، المجموعة 2 و1 3 تبقى المجموعة
3B نوع العنصر بالمرة قال لي نوع العنصر انتقالي رئيسي. اللي جاي دي بقى مهمة، اللي جاي دي بقى مهمة. يلا، ثم العنصر زد الذي يليه في نفس المجموعة. تعرف تجيب لي اللي وراه في نفس المجموعة؟ المحترم اللي مذاكر في المجموعة بقى كل عنصر أزيد من اللي قبليه بمستوى طاقة، يبقى أنا هو لو أنت تحتيه في المجموعة يبقى أنت أزيد مني بمستوى طاقة. وبالتالي بص الطالب الذكي عمل إيه؟ قال لي مستر سهلة، يبقى مش أرجون بقى، قال لي يبقى كريبتون كده. أنت زودت مستوى طاقة كامل اللي هما 18 إلكترون، وتقوم داخل بعدها على الفايف إس أهو بدل الرابع بقى الخامس، وتقوم حاطط إلكترونين. قلت له ليه يا ابني؟ قال لي يا مستر ما إحنا عشان نطلع في نفس المجموعة يبقى نفس عدد الالكترونات، بس ده بدل ما هو في الدوره الرابعه انا في الدوره الخامسه، يبقى الفرق بيننا مستوى طاقه. ويبقى هو كده فعلا قدر كمان يجيب العنصر ده بالعدد الزاد بتاعه 36 و2 يبقوا 38 الكترون، ده العنصر زاد. وكده يبقى انت عرفت تجيب العنصر نفسه، مش بس العنصر ده، انت كمان قدرت تجيب العنصر اللي يليه في الدوره والعنصر اللي يليه فين في المجموعه. انتبهوا بقى يا جماعه ان الحته دي مليانه افكار بصراحه، والواحد بيقلق بقى ليه؟ لان الطالب ما يبقاش مركز فيجي يقول لك والله يا مستر اصل انا ما خدتش بالي اكتب ايه. طب بص الفكره دي فكره كمان من الافكار الروعه، فكره روعه. بص يقول لك ايه؟ عنصر على سبيل المثال، عنصر اكس به ثلاث مستويات به اربع مستويات رئيسية. معايا كده؟ طب المستوى الثالث به ضعف عدد الإلكترونات في المستوى الرئيسي الثاني. اكتب التوزيع الالكتروني للعنصر ثم حدد رقم الدوره والمجموعه والفئه وكل الحاجات دي. تعال نحل بالراحه الحته دي، لو انت مش مركز هتقع. عنصر اكس فيه اربع مستويات رئيسيه. بص العيل المحترم اول ما سمع بيه اربع مستويات رئيسيه قام داخل ارجون 18 وقام داخل 4S عشان يبقى داخل في المستوى الرابع. استنى بقى، المستوى الثالث، وهي دي اللعبه وهشرحها لكم تاني بطريقه ثانيه عشان تفهموا. المستوى الثالث بلاش يا عم بالغاز الخامل، انا هينفع اجيبك بالغاز الخامل بس انا عارف ان في ناس مش هتفهم، بس لا خلينا بالراحه. طب به اربع مستويات رئيسيه، فالمحترم عمل ايه؟ 1s2 انتبه لي، معلش اهو افهمك بكده وبعد كده افهمك بالغاز الخامل. 2s2 2p6 زي ما احنا متعودين. طب يلا بعد كده 3s2 3p6. انتبهوا بقى للحته الجايه دي اهم حته، ايه هي؟ هو قال لك فيه اربع مستويات، يبقى انت اكيد دخلت على الفور اس عشان كده يبقى فيه اربع مستويات دخلنا فيهم اهو. طب ماله بقى؟ بيقول لك المستوى الرئيسي الثالث به عدد الكترونات ضعف عدد الالكترونات في المستوى الرئيسي الثاني. امشي معايا بالراحه. طب المستوى الرئيسي الثاني جواه كام الكترون؟ 8. رد انت بقى، يبقى الثالث يكون فيه كام الكترون؟ قال لي يكون فيه 16. الغلطه بقى اللي بتقعوا فيها ايه هي؟ واحد يقول لك ايه؟ بص 2 و6 8 هو لحد كده صح. بص الغلطه يقول لك و2 10 كده فاضل 6 نحطهم هنا. الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط. ليه؟ هو ما قالكش، هو قال مين المستوى اللي فيه ضعف عدد الالكترونات؟ المستوى الثالث، يعني ال 16 دول في الثالث، ده مش المستوى الثالث. الاثنين دول هتحطهم مش هتحسبهم لان دول جزء من المستوى الرابع. هو قال لك انا عايز الثالث يكون فيه 16. فين الثالث؟ 3s 3p 3d. بص الفهم بقى، هو المستوى الثالث 3s 3p 3d بيه ثلاث مستويات فرعيه اللي مذاكر. يبقى 3s2 3p6 4s2 3d8. ودي الغلطه اللي وقع فيها بعض الناس، ان يقول لك لا 2 و6 يبقى 2 و6 8 و8 16. غلط. 2 و6 8 وال8 دول 16، دول مش محسوبين لان دول مش في المستوى الثالث، دول في المستوى الرابع. وبالتالي كده يبقى التوزيع صح. يبقى اول حاجه استنتج العدد الذري. طب 2 و2 4 و6 10 12 18 20 28، يبقى العنصر ده 28. ده يا جماعه عنصر اسمه النيكل، ملناش دعوه بالاسم، يبقى 28. ثم حدد فئه العنصر والدوره والنوع. يبقى هنا اللي مذاكر العنصر ده يتبع الفئه
دي. يلا الدورة، قلنا الدورة من أكبر عدد كام رئيس اللي هو اللي جنب الاس، يبقى الدورة الرابعة. يلا المجموعة 2 و8 10، اللي مذاكر يبقى المجموعة الثامنة، لأن المجموعة الثامنة رد عليا كنا بنعرفها من كام حاجة، قال لي يا مستر إذا كانت دي فيه 6 إلكترونات أو 7 أو 8 يبقى الثامنة. قلت له ليه؟ قال لي أنا مذاكر 2 و6 8 يبقى العمود الثامن في المجموعة الثامنة، و2 و7 9 يبقى العمود التاسع في المجموعة الثامنة، و2 و8 10 يبقى العمود العاشر في المجموعة الإيه؟ الثامنة. ويبقى كده يا جماعة أخدنا لك مثال كمان على عنصر زي كده يكلمك عنه ويقول لك اكتب توزيعه، أو من خلال مجموعة من المعلومات يقول لك استنتج التوزيع الإلكتروني للإيه؟ للعنصر. أرجو إن الناس تركز في الكلام ده، ولسه برضو مع بعض هنكمل في أمثلة تانية لما نيجي إن شاء الله في الحصة بتاعت المراجعة. تعال بقى خد بالك هنعمل إيه بعد كده. بعد كده بقى يا جماعة هنديك مقدمة إن شاء الله للي إحنا هندرسه مع بعض في الجزء اللي جاي. كده إحنا عرفنا آخر حاجة أن العناصر في الجدول الدوري خلاص تنقسم إلى 4 أنواع، هي الممثلة والخاملة والانتقالية الرئيسية والانتقالية الداخلية. ممتاز لحد كده؟ ممتاز. للمرة الأخيرة، مين شبه بعض في الخواص؟ عناصر الدورة لعناصر المجموعة. خلاص بقى مستر، عناصر المجموعة هي المتشابهة في الخواص لاتفاقها في التركيب الإلكتروني للمستوى الأخير، أما عناصر الدورة لا. اسمع بقى بيقول لك إيه. بيقول لك إن العلماء بعد ما صنفوا العناصر كده في الجدول الدوري، لاحظ العلماء، خد بالك من الجملة الجاية، لاحظ العلماء أو الكيميائيون وجود تدرج في خواص العناصر الممثلة في الجدول الدوري. يبقى ايه الملاحظة يا جماعة اللي لاحظها الكيميائيون بعد ما رتبوا العناصر في الجدول الدوري؟ بيقول لك لاحظ العلماء ان هناك تدرج في خواص العناصر الممثلة في الجدول الدوري. بالراحة بالراحة، انا ما قلتش تدرج في الجدول الدوري، تدرج في خواص العناصر مين؟ الممثلة. فارجع اسأل حضرتك هي مين العناصر الممثلة؟ قال لي يا مستر عناصر الفئتين S و P عدا الخاملة. يعني بص مستر، من اول 1E وصولا الى 7E. بالراحة مع بعض بنشرح كل كلمة اهو. فواحد سألني هنا مستر معلش يعني ايه تدرج؟ بص يا بابا، تدرج اي خاصية، يعني خاصية او صفة معينة تبدأ صغيرة وتزداد تدريجيا، كده اسمها متدرجة، يعني تزداد بشكل منتظم، او تكون كبيرة وتبدأ تقل واحدة واحدة بشكل منتظم، فيسموها خاصية متدرجة. يبقى كلمة تدرج ان صفة معينة من الصفات تكون بادئة صغيرة او كبيرة، بس لو صغيرة تزداد بشكل منتظم، او كبيرة تقل بشكل منتظم، فسميها متدرجة. بس التدرج اللي احنا بنشرحه ده في تانية ثانوي، مش في الجدول كله، ده في العناصر مين؟ الممثلة. ولذلك يا جماعة هناخد مع بعض في اللي جاي بعد كده ان شاء الله، دي مقدمة عنه، حاجة اسمها تدرج، ركز، تدرج خواص العناصر الممثلة في الجدول الدوري. طب ايه هي الخصائص اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عنها؟ احنا النهاردة بس هنتكلم عن عناوينها، ومن الحصة الجاية ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن تدرج الخواص في العناصر الممثلة. ايه هي الخواص اللي هنتكلم عنها؟ قال لك والله هناخد خاصية اسمها نصف القطر الذري. ده بقى يا جماعة بقية المنهج ان شاء الله لحد الاخر. اتنين، هناخد خاصية كمان اسمها جهد التأين. بعد كده هناخد خاصية اسمها الميل الالكتروني. بعد كده خاصية اسمها السالبية الكهربية. بعد كده ان شاء الله يا جماعة الخاصية الخامسة، تدرج الفلزية واللا فلزية. 6، تدرج الحامضية والقاعدية. وننهي الباب يا جماعة بإذن الله بحاجة اسمها أعداد التأكسد. يبقى بص يا حبيبي إن شاء الله، ده بقى كده تخيل، ده ملخص المنهج لحد النهاية. هو كده بمجرد معرفتي في الباب أو في أول الباب إن العناصر ممثلة وخاملة وانتقالية رئيسية وانتقالية داخلية،
بقى فاضل لك انك تعرف بعد ما شرحنا الكلام ده انك لازم تعرف ان نلاحظ العلماء وجود تدرج في خواص العناصر الممثله مش الجدول كله في الانتقاليه. في تدرج تاني ده مشروع في ثالث ثانوي. اما اللي عندنا احنا يا جماعه ان شاء الله اللي هنكمل بيه تدرج خواص العناصر الممثله اللي هو بيطبق من اول 1 ايه لحد 7 ايه. التدرج ده هيكون في مجموعه صفات هي جهد التاين، الميل الالكتروني، السلبيه الكهربيه، الفلزيه واللا فلزيه، الحامضيه القاعديه، واعداد التاكسون. اللي انا بطلبه منك بقى لحد ما ان شاء الله نيجي نبدا مع بعض الحصه الجايه في اول خاصيه من الخواص دي وهي نصف القطر، ايه هو؟ بطلب من حضرتك ان كل شغلك بتاع التوزيع يبقى مظبوط. ما ينفعش يا جماعه احد الطلبه او طالب محترم يبقى عنده مشكله في التوزيع. ليه؟ كل شغلنا في اللي جاي ان شاء الله معتمد انك توزع العنصر وتبدا تتكلم. ما انا لما هاجي اشرح التدرج في حاجه اسمها تدرج كده في الدورات وكده في المجموعات، فانت لازم تعرف العنصرين اللي بتتكلم عليهم هل هم في دوره واحده ولا في مجموعه واحده. للمره الاخيره اللي ذاكر عارف ان هو بيوزع لو في نفس الدوره لها نفس عدد الكم الرئيسي اللي هو N اللي هو عدد المستويات الممتلئه او اللي فيها الكترونات، بينما لو في نفس المجموعه ليها نفس عدد الكترونات المستوى الخارجي لذا فان لها نفس الخواص. فانت عشان تكون متمكن من الجزء ده ان شاء الله من الحصه الجايه ارجو ان الناس تكون مذاكره كويس التوزيع، بتعرف تجيب الفئه والدوره والمجموعه عشان تعرف واحنا بنتكلم اذا كان العنصرين اللي هنتكلم عنهم في دوره واحده ولا في مجموعه واحده، وبناء عليه تقدر تحدد تدرج الخواص اللي احنا عايزين نتكلم عنه. ارجو ان الناس تستفيد كويس وتعمل اللي عليها وتشد حيلها في مذاكرتها. دمتم في امان الله، القاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.